مرحبا أصدقائي ومتتبعينا الكرام. أدى مشهد تقبيل سيلا تورك أوغلو إلى جعل خليل إبراهيم ومعجبيها في حالة جنون، حيث كان معجبون سيلا الذين شاهدوا هذا المشهد غاضبين وفي نفس الوقت متفاجئين، حيث تفاجأ المشجعون الذين شككوا في انسجام سيلا تورك أوغلو مع دوغان في المسلسل الذي بدأ للتو شراب التوت البري. عندما شاهدوا هذا المشهد، صحيح أن العديد من المعجبين يجادلون بأنه لا يوجد سبب للشعور بالصدمة هنا، حيث أن الفنانة فعلت ذلك بسبب دورها، لكن مشاهدين آخرين يختلفون في الرأي، حيث قالوا كيف لسيلا تورك أوغلو التي لم تقبل خليل إبراهيم ولو لمرة واحدة رغم أنها كانت حبيبته منذ عامين، وكان شريكها الجديد خطوة غير متوقعة من الممثلة لبعض معجبيها. لقد صدمتهم بالفعل، لم يتوقعوا أبدا هذا المشهد من سيلا. كما أنه رغم شهرة خليل إلا أننا لم نتفاجأ أبدا عندما قال الجمهور: نحن بصفتنا الجمهور نحب سيلا كثيرا، لكننا لم نحب شريك سيلا لأنه لا يناسب سيلا أو العرض. وذهب المعجبون إلى أبعد من ذلك وقالوا إنهم لن يشاهدوا أبدا مسلسل شراب التوت البري مرة أخرى. وقال أيضا بعض عشاق سيلا الذين لم يشاهدوا مسلسل الأمانة بعد رحيلها أنهم سيشاهدون الأمانة بدلا من شراب التوت البري. أصدقائي الأعزاء، بعد فحص مئات التعليقات توصلنا إلى استنتاج مفاده أن أحد أهم العوامل في شعبية سيلا تورك أوغلو هو أنها تستطيع أن تظهر للجمهور كيف يكون لها حب جيد مع خليل إبراهيم جيهان دون الماضي قدما، أي دون تقبيل. وهذا المشهد الذي شوهد بين سيلا ودوغان لم يكن مشهدا مهما أيضا، لذلك كان من الممكن إنهاء المشهد بدون تقبيل. ربما قبلت الممثلة الجميلة هذا الأمر لتثير غيرة خليل إبراهيم جيهان، ولكن مع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه في الاتفاق مع المسلسل وقع الممثلون على اللعب وقبلوا بمثل هذه المشاهدات. وأخيرا نود أن نفتح قوسا حول موضوع واحد: بعد هذا المشهد لا نعتقد أن العلاقة بين خليل وسيلة ستنتهي بالتأكيد. إذا كنتم تتذكرون، فإن الممثلة الجميلة أوزي غيز قبلت أيضا شريكها الجديد بعد انفصالها عن خطيبها جوك بيريك ديميرشي. وفقا للسيناريو، كما تم الحديث عن هذا المشهد كثيرا، ومع ذلك على الرغم من ذلك ظهر الحب مرة أخرى بينهما وتصالحا. ونأمل أن يكون الأمر كذلك بالنسبة لخليل وسيلة، ونأمل ألا يكون خليل إبراهيم جيهان غاضبا جدا من هذا المشهد، وهذا المشهد لن يمنع أن يدوم الحب بينهما ويعودان معا كالعادة. ولا ننسى أيضا أن الموضوع الأكثر فضولا هو كيف سيكون رد فعل خليل إبراهيم على هذا المشهد، حيث وفقا للشائعات كان خليل إبراهيم قد وضع شرطا على سيلا فيما يتعلق بمشاهدة التقبيل. خليل يغار كثيرا على سيلا ولن يعجبه أبدا طريقة تقبيل سيلا على الشاشة، ولكن سيلا يجب أن تعمل وفقا للسيناريو. كما لا ننسى أيضا أن خليل إبراهيم وسيلا يسعيان جاهدين لضمان ألا تكون حياتهما العملية تؤثر على حياتهما الخاصة، ويقولون أن لن يتدخل أحد في بعضه البعض، لكن الشخص الذي يحب لا يمكنه مشاركة ما يحبه مع شخص آخر. لهذا السبب أظن ورغم كل هذا الكلام أن خليل سوف يشعر بالغيرة من مشهد قبلة من حبيبته على الشاشة، والجمهور أيضا يرى أن سيلا وخليل في مسلسل الأمانة كان يبدوان كزوجين حقيقيين على الشاشة ولا مثيل لهما. أصدقائي، هل تعتقدون أن مشهد قبلة سيلا أمر عادي وطبيعي؟ نحن في انتظار تعليقاتكم، ومحبين خليل إبراهيم جيهان وسيلا تورك أوغلو دائما انتظرونا في الجديد. سوف ننقل لكم متابعينا الكرام كل أخبار سيلا وخليل، ولا تنسوا دعمكم لي والاشتراك في القناة، وشاركوا أيضا الفيديو مع الأصدقاء.
المهم أصدقائي، ودعا وأتمنى لكم صحة جيدة إن شاء الله. مع السلامة.